طيب دكتور طه، خليني برضو اسال حضرتك، الشاهد او اللي هيكون شايف برضو دكه بدلاء النادي الاهلي زي ما كان بيتكلم الكابتن ايمن، قال لك برضو دكه بدلاء الاهلي تقلت. ليه الراجل ما بيعتمدش مثلا على لعيب زي احمد قندوسي، وان كانت ظهرت له امارات كلاعب من اللعيبه اللي عنده حاجه ممكن يقدمها للنادي الاهلي؟ هو طبعا عنده الامكانيه ان هو يلعبه اثناء المباراه، انما كبدايه الراجل مهم جدا ان هو عايز يبتدي البدايه السليمه، لان هو ابتدى يتعرف الى حد كبير جدا على امكانيات اللعيبه بشكل كويس، وابتدى ياخد خبرات كبيره عن مين المهم ومين اللي افضل. يعني مثلا الحته اللي قالها احمد عبد القادر اللي قال عليها وليد، انا عجبتني برضو، لانه هو الراجل قال لك يعني ده شيء يحصل في اي وقت، ممكن لعيب خارج والجماهير كبيره ونفسه ان هو كان يكمل وبعدين بقى زعلان متضايق فممكن يبقى خارج اي حاجه، هو تقبلها الراجل. يعني الراجل من اعتذر له، لكن هو تقبلها على اعتبار ان ايه، قال لك ده شيء طبيعي يحصل، لكن لازم يبقى في الملعب. انما هو في نفس الوقت لازم يبقى عنده مرونه في اتخاذ القرار. ما ينفعش ان انا اصر على ان انا عايز افوت 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 ولقيت العمليه اتزنقت، خلاص غير رايي وانقل. الوينج عنده احتمالات كتيرة، ممكن تجي لي الكرة انا من لمسة واحدة، ممكن اروح داخل بيها من جوه واطلع الباك بتاعي اوفرلاب زي ما بيحصل، ممكن ان انا اروح مرقص للداخل اخليش الباك اللي قدامي عارف انا هعمل ايه. انما كل مرة انا اروح للراجل معروف ان انا عايز افوت افوت، فبيقف واحد والتاني والتاني يروح مقفلين عليك، عايز يغير دي. لازم يغير النمط بتاعه، هو لعيب كويس، لعيب ممتاز جدا، لكن انا شايف ان تشكيلة النادي الاهلي هتحافظ على الزخم اللي كان موجود في وجود الثلاثي الهجومي احمد عبد القادر وحسين الشحات ومحمود كهربا. حسين الشحات لما لعب في الناحية الشمال انا شايف كان مفيد جدا جدا، بيكسر للداخل وجاب الجول بشكل رائع جدا، بيعيش افضل حالاته هو في النص، جاب الجول في الجنب بيجيب الجول، الحقيقه احسن حاله لحسين شحاته دلوقتي الحالي. كهربا ما شاء الله ريجولر، ريجولر يعني ايه؟ كل ماتش بيجيب جول، يجي له ثلاث اربع فرص بيضيع فرصتين بيجيب جول، كل ماتش بيجيب جول، ودي ثقه كبيره جدا لما يكون عندك مهاجم عنده الحته دي، سميها بقى مبخوت مش مبخوت، انما بيجيب جول كل ما بينزل في كل مباراه، دي مهمه. عبد القادر لو حسن اداؤه شويه وقدر يشتغل مع معلول زي ما كانوا بيشتغلوا باستمرار، هيبقى الجبهه دي هتبقى خطيره جدا على فريق غازي المحله. خالد عبد الفتاح لعيب جيد، بيلعب باك رايت النهارده على حساب محمد، بيلعب باك رايت، لعب بدل هاني، هاني ماشي على بالمناسبه هاني كان ماشي كويس اول اخر، فممكن يكمل هنا. هنا بقى النقطه اللي مروان عطيه، مروان عطيه من احسن اللعيبه اللي جت للنادي الاهلي بصراحه، معلم معلم صغير لكن معلم، ازاي بيستقبل الكوره وعارف هو واقف ازاي، يلف يبقى وشه للامام، بيلعب كوره اماميه، بيلعب لونج باس زي اللي عمله لشحاته جت منها الجول، بيعمل سلو باس زي اللي عمله لقفشه في ماتش القطن وراح عاملها عرضيه وجت جول، يعني بيلعب كوره ايجابيه قدام، علاوه على ان هو شارب. شارب يعني ايه؟ يعني خفيف الحركه، ينقض على الكوره ياخدها بسرعه ينقلها بسرعه ما تضيعش منه، فده انا شايف في نص الملعب مكسب كبير جدا للنادي الاهلي. طيب ازاي الثلاثه هيلعبوا؟ هي دي